اهلا وسهلا فيكم متابعينا اليوم بحلقه جديده من 7 دكتورز سبورت. ان شاء الله نكون عم نوصل لكل حدا فيكم وعم نفيد كل حدا عم بيتابعنا ولو بمعلومه طبيه واحده. الرياضه ممكن تكون علاج وحل لكثير من الامراض. علاقه الرياضه بحل مشكله القولون العصبي موضوع رح نناقشه بفقرتنا هلا، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم في فقره جديده من 7 دكتورز سبورت. اليوم رح نحكي عن الرياضه والقولون العصبي. قبل ما نبلش نحكي على القولون العصبي بدي احكي لكم شوي شو هو القولون العصبي. ومعظم الاشخاص اللي موجودين اللي بشوفهم انا سواء بحياتي العمليه او العلميه او بالعياده بيعانوا نوع من انواع اضطرابات الجهاز الهضمي او بنسميها الفانكشنال باول ديس اوردر او حتى القولون او المعده العصبيه. بعض المرضى بيجي بيحكي لي انا عندي غازات كتير، بعض المرضى بيجي بيحكي لي والله انا عندي انتفاخات خصوصا بعد الاكل، في بعض المرضى بيجي بيحكي لك جسمي بنتفخ زي البالون، او في اشخاص بيجي بيحكي لك انا عندي اسهال متقطع او امساك متقطع او الام وكركعه بسموها بالعاميه في منطقه البطن. هاي معظم الاحيان ما بتكون لها علاقه بشيء عضوي موجود في الجهاز الهضمي. يعني لو اخذنا الجهاز الهضمي وعملنا تنظير او عملنا فحوصات دم او صوره تلفزيونيه او صوره طبقيه عاده ما بنلاقي ولا شيء. فبالاخير بنحكي للمريض هاي من انواع القولون العصبي او المعده العصبيه او الجهاز الهضمي العصبي. طبعا بس نيجي بدنا نعالج هذا المرض اللي موجود وشائع عند كثير من الناس، اهم شيء بنركز عليه تغيير نمط الحياه، الاكل، الشرب، النوم والرياضة. الرياضة من أهم الأمور اللي ممكن تساعد على معالجة القولون العصبي. ليش؟ لأنه إحنا نعتقد أنه جزء من القولون العصبي والمعدة العصبية إلها علاقة بإشي بسموه Brain Gut Axis، يعني دماغ بيبعث زي مؤشرات موجودة للأمعاء وللجهاز الهضمي، والعكس صحيح، الجهاز الهضمي ممكن يبعث مؤشرات هاي موجودة للدماغ. فبالتالي دور الدماغ جدا مهم في وجود قولون عصبي أو معدة عصبية. فبالتالي الشخص اللي بيلعب رياضة أو بتحرك أو بروح كتير دائما باله أو بيصير باله مشغول عن هاي الموضوع. يعني بدل هالدماغ يركز على موضوع والله المعدة والقولون والجهاز الهضمي، لا بيصير مركز على أشياء تانية، بيصير ركز على كيف أنا يروح الدم للأعضاء المهمة بالرياضة. فبالتالي بيصير شيفتنج، يعني بيصير تحول من الاتنشن أو من إحساس الدماغ اللي موجود للجهاز الهضمي اللي هو هذا القولون العصبي اللي بنحكي عنه أو جهاز الهضمي لأمور أهم من هيك. أنا بس أركض وألعب رياضة بشكل طبيعي بكون عندي بشكل عام جسم صحي أكثر، بكون جهاز هضمي صحي أكثر، بكون كبد صحي أكثر، فبالتالي حركة الأمعاء والقولون بكون منتظمة بشكل كتير أحسن. نهاية نتمنى السلامة للجميع ومنشوفكم بحلقات قادمة وفقرات قادمة من 7 دكتورز سبورت. كنا نسمع المعدة بيت الداء والدواء، فعلا شو أهمية الأكل لأنه يحافظ على قولونك أو حتى على جهازك الهضمي، موضوع رح نناقشه هلا مع روان، خليكم معنا. بفقرتنا رح أحكي على موضوع كتير مهم وكتير ناس عم بتعاني منه. أكيد كل حدا فينا قابل أو هو نفسه عم بيعاني من مشكلة القولون العصبي. مشكلة القولون العصبي مشكلة كتير صعبة للشخص اللي ما بيعرف يتحكم أو بيعرف يتعامل مع هاي المشكلة. مشكلة كتير سهلة إذا عرفنا مفاتيح الحل لنقدر نتحكم ونعيش حياتنا بكل سهولة وسلاسة من غير ما نواجه أي مشاكل أو أعراض ممكن تضايقنا. الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة بالقولون العصبي مش كلهم بتأثروا من نفس الأصناف أو الأنواع من الأغذية. يعني بعض الأشخاص اللي ممكن بيعانوا من البقوليات، بالمقابل عندي أشخاص ما بتتأثر من البقوليات، بتتأثر من شغلة نستغرب منها هي البندورة. بالمقابل عندي أشخاص تانيين بتأثروا من الحليب. فعندنا مشكلة القولون العصبي نوعا ما هي مشكلة فردية. أنا بدي أعمل لائحة من الأغذية أصير أميز كل شغلة إيش ممكن هي اللي تأثر عندي أو إيه درجة تأثيرها على القولون أو الأعراض اللي ممكن تظهر عندي. بس خلونا نتفق على نقطة كتير مهمة تانية، هو إنه في عنا بعض الأطعمة اللي جميعنا بدنا نتفق عليها إنها هي كتير ضرورية لتسهيل العمليات الهضمية في الجسم. يعني مثلا عنا الألياف، كتير مهم إنها تكون
في الأغذية تبعتنا عشان نتخلص من مشكلة الإمساك الناس اللي بتعاني من الإمساك. طبعاً عنا أشياء تانية مثل الحليب اللي بعض الناس بتأثروا منه. في ناس عندهم بيكون مشكلة مع الحليب إنه أول ما بياخدوا حليب ممكن يصير في عندهم انتفاخ. هدول الأشخاص بدي أنصحهم إنهم يبتعدوا عن الحليب. ممكن إنهم يستبدلوا في شغلات تانية، يقدروا ياخدوا كمية البروتين الكافية أو الكالسيوم الكافي من مصادر تانية من الأغذية. أما بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة اضطرابات القولون العصبي من البصل والثوم والأشياء هاي، بدي أنصحهم إنهم يبتعدوا عنها ويستبدلوها بالبدائل اللي ممكن إنهم يقدروا يحصلوا على نفس النتيجة ونفس العناصر الغذائية المهمة اللي ممكن تعوضهم جميع احتياجاتهم. في عندي عنصر كتير مهم هو اللبن الرايب. طبعاً بدنا نعتبره نوعاً ما هو العنصر السحري لمرضى أو الأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات في القولون العصبي. طبعاً اللبن الرايب احتوائه على البكتيريا النافعة بخليه عنصر كتير مهم لتحسين العمليات الهضمية في الجسم. طبعاً في عنا ناس بيعانوا من مشكلة من اللاكتوز، هذول الأشخاص بدي أنصحهم إنهم يتوجهوا للصيدليات ويقدروا يجيبوا عنا أدوية البروبيوتكس. بنهاية فقرتنا بدي أرجع أذكركم إنه دايماً يكون عنا لائحة في أصناف الأطعمة، وكل ما نحس في عرض معين نروح نكتب عندها نوتة صغيرة عشان نعرف شو الأكثر تأثراً إحنا منه للأقل، عشان لما بدنا نراجع الطبيب أو نراجع أخصائي التغذية نقدر نحل مشكلتنا بشكل سهل من غير أي تعب. بدي أتمنى لكم السلامة للجميع. الجري على الجهاز الرياضي يقلل الضغط على ركبتيك أكثر من الجري على الشارع أو الرصيف. خرافة، فإن الجري يعتبر من أفضل الرياضات، ولكنه قد يؤثر على الركبتين، وبما أن هذه القوة ناتجة عن ضغط وزن الجسم على المفاصل فإنها لا تتغير سواء كان الجري على الجهاز أم على الشارع والرصيف. ولتقليل هذا الضغط يمكن اللجوء للخلط بين رياضة الجري وركوب الدراجات. عمركم حسيتوا بأن نفسيتكم اتحسنت بس لعبتوا رياضة؟ رح نحكي أكثر عن موضوع ممارسة الرياضة وأثرها على نفسي وبالذات الاكتئاب مع عملتي، فخليكم معنا. اليوم جبنا لكم موضوع مهم ومفيد وبحاجة لأنه نأخذ لحظة ونفكر فيه، هو أثر الرياضة والحركة على نفسية الشخص. خلال عملي بالسنوات السابقة كأخصائية نفسية ولحد الآن عم بلاقي أنه نسبة كبيرة من الشعب الأردني مصاب بالاكتئاب. كتير بسمع عن حالات أنه أنا مش قادر أكل أو عم بتفشش بالأكل زيادة، مش قادر أنام، نومي زايد، فقدت المتعة بالحياة، حاسس الدنيا سودة، بطلت قادر أنا أتحمل كل هاي الضغوطات. كل هاي الضغوطات وين عم تتخزن؟ عم تتخزن بجسمنا نتيجة كبت المشاعر، ونتيجة كمان شعورنا أنه أنا ما عندي هاي الطاقة وحاسس بخمول. الرياضة علاج رقم واحد للاكتئاب. ليش؟ مجرد ما أنا أحرك جسمي باخد أكسجين أكتر، الدماغ بيطلب للجسم يزيد هرمون السعادة. إذا بتتذكروا موقف تحركتوا فيه، لعبتوا فيه، ركضتوا فيه، بعدها بتحسوا بهيك شعور إنه هلأ أنا فرش، الابتسامة بتكون حقيقية. حسب الأطباء بينصحوا لأنه الشخص يمشي على الأقل 4 مرات بالأسبوع لمدة 30 دقيقة، طبعاً مع التدرج، يعني الواحد بيقدر يبلش ب10 دقائق. مرات طبيعة حياتنا وحركتنا بتتطلب إنه إحنا نتحرك، لكن الرياضة بتختلف إنه أنا المأكون عم بتحرك ومشغل حواسي وعم بتنفس وعم بنتبه للبيئة اللي حوالي، عم بحاول أخفف من الأفكار يلي جواتي، مثل الأم يلي بتتحرك بالبيت مثلاً مشان تحضر أمور أطفالها، تطبخ، في منهم بعض الموظفات، هاي حركة. لكن في حركة بتتعب بتسببنا الإرهاق، والحركة يلي بتسببنا الشعور بالراحة. لما نصحى الصبح إحنا منتطلع على جسمنا، منلبس، بس ما منعرف شو بصير من جوا حسب نفسيتك، كيف جسمنا عم بتأثر بكل الأحداث اللي بتصير حوالينا. فمنلاقي مع الوقت مشاكل مثل القولون، نسبة كبيرة من مشاكل المعدة والجلطات. أول شيء بعقلنا بدنا ندرك إنه الرياضة هي من أولويات حياتنا، بنقدر نخليها مثل سماع الموسيقى، مثل إني أنا أشوف أصحابي، مثل إني أنا بحب أسوق. أول شيء كل شيء بيعتمد على الإدراك، لأنه الإنسان مكون من أفكار ومشاعر، كل هاي الأمور بتأثر على سلوكياتنا. ثاني شيء ممكن نصير نبدأ بخطوات بسيطة، مثلاً
بقدر اني اصف سيارتي بعيد شوي عن المكان اللي بدي اوصل له، ممكن مثلا استخدم الدرج، اطلع الدرج بدل الاسانسير، ممكن اني اطلع امشي بالحديقة او حوالين البيت لبين ما انا اتعود اني احرك جسمي. انا بنصحكم تبلشوا بهاي الخطوات البسيطة، هي حياتكم وهي قراراتكم، لكن الرياضة هي بالفعل من احسن الاساليب العلاجية للاكتئاب والقلق وكل المشاكل النفسية الثانية. هيك وصلنا لنهاية حلقتنا من 7 دكتور سبورت. أكيد دائما إحنا موجودين معكم، نتواصل نتفاعل معكم من خلال تطبيق الأطباء السبعة وحتى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. نشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة من 7 دكتور سبورت الأسبوع القادم. أنا كنت معكم معتصم مسالم، والسلام عليكم.